سمعتي؟ أخيرا بتعيطي يا مامي. أيوة إنس، أخيرا بعيط. بعيط على العشرة، العشرة اللي ما هنتش عليها أبدا وهانت على أبوكي. أنا اللي كنت طول عمري بصون العشرة وهو لا. أنا كل اللي كنت عايزاه منه إن أحس معاه بالأمان. الفلوس هي اللي خلته يحس إنه أقل منك. لا، فلوس إيه بس يا إناس؟ أنا اديته كل حاجة، اديته الشركة، اديته عمري كله، وكان المقابل إيه؟ البحور إنه كانت جميلة. أوف، خلاص يا سلامة، خلاص مش طايقة أسمع صوتك. ولا كلمة، أنا دلوقتي راجل البيت، ولو عمي عملها وفلسح هبقى راجل البيت على طول، وكلمتي لازم تمشي. اغرس، بابي هيرجع، هيرجع غصب عنك. هيرجع؟ هو بعد اللي شافه على ايدين الست الوالده يقدر يرجع؟ سلامه، اسكت يا سلامه. انا اللي عملته ده كله عشان احافظ على بيتي وجوزي. مدام، خديها مني حكمه، الست اللي تكشف العيب جوزها تخسره الى الابد. اسكت، اسكت خالص، مش عايزة أسمع صوتك. ثانية، شيليه. أنت قاعد هنا ليه؟ قاعد هنا ليه؟ قاعد لما أشوف آخرتها. مش جايز يجي تليفون ولا حاجة من مستشفى ولا من قسم بوليس؟ اتفضل اطلع برا وسيب البيت حالا. حتى أنت يا ناس، حتى أنت، كلكوا عليا، كلكوا عليا علشان أنا وحداني. أبويا مات وأنا في اللفة، وأمي سابتني واتجوزت الدكتور. روح، روح لباباك في القرافة زوره يا حبيبي. لو مسك فيك اوعى تزعله ابدا، اقعد معاه هناك. مش عايز اشوف خلقتك في البيت ده تاني ابدا. ايه كانت خلقتي؟ ما انا بوريكوا خلقتي ووريكوا قفايا، ما فيش حاجه نافعه معاكوا خالص. رد عليهم، رد عليهم يا سامي، لان انا مش ماشي، قاعد متبت. اذا ما طلعتش بره حالا انا هبلغ البوليس. بوليس؟ هتقول لهم ايه؟ بطرد جوز اختي من بيته؟ بيتك ده، بيتك ده، بيت قصدي ده، بيت عاصم بيه شربيني. لا، بيتي، وعلى رأي المثل، فين بيتك يا جحا؟ بيتي اللي فيه مراتي. غلطت يا ناس. تريبل، اوريبل، فظيع، شنيع، مريع، وقيع. كسب دي الوقيع جوزيبا، ماما ما عرفش وقيع. سلامة، كفاية كده يا سلامة، انت شايف الظروف اللي احنا فيها. ارجوك بقى اتفضل، ما تحرجنيش اكتر من كده. تريبل، مريبل، فظيع، مريع. حتى انت يا ساميه، معلش معلش يا ساميه. ادهم، ادهم جه، ادهم جه، وتلم المتعوس على خيب الرجا. ادهم، انا جاي احط النقط على الحروف. الظاهر ان عم مش عايز يرجع. ده اذا كان لسه على قيد الحياه. مش ممكن الشركه تمشي كده من غير مدير. من هنا ورايح انا المدير. إذا رحت الشركة أنا هكسر رجلك. الشركة دي فيها اللي يحافظ عليها. قصدك مين؟ رجب؟ كلهم. دي شركة كل اللي بيشتغل فيها. وتفضل دلوقتي أنت وهو اطلعوا برا، وأنا هبلغ البوليس. لا 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 لا، محدش يقرب لي. أنا هخرج بكرامتي، بس هرجع تاني في عودة سلامة قريبا. انتظروا عودة سلامة. مع السلامة يا سلامة. وأنا ماشي، بس برضه هتجوزك. إن شاء الله كده لما شركتكم تفلس هتضطروا تلجأوا لفلوس أبويا. مع السلامة. يلا متعوس، اتفضل يا خايب الرجل. معقولة؟ معقولة يا ربي؟ معقولة في ناس في الدنيا كده؟ عشان تشوف الهم اللي أنا فيه. مامي، انتي ساكتة ليه يا مامي؟ خايف، لأول مرة في حياتي بحس بالخوف. طمني يا مامي، طمني. اذا كنت خايفه على بابي، بابي هيرجع ان شاء الله. واذا كنت خايفه على الشركه، انا هروح بنفسي وهطمن على كل حاجه. ما تخافيش يا مامي. يا سمير، مالك قاعد لوحدك ليه كده؟ مال فين بيت الجماعه؟ ايه مالك زعلان ليه؟ مزنوق في باب غرامي ولا حاجة؟ سيبني في حالي يا رجب. ايه؟ حسنين افندي مزعلك؟ وانا بشوف حد منهم كلهم مزوغين. ايه؟ ما هو نغاب القط تلعب يا فار. ما هي شركة بلا مدير كحسنين بلا لجام. انا مش فضيلك يا رجب. ايه؟
نوسة فرقعتك واتجوزت واحد غيرك. فال الله ولا فالك يا أخي، فال الله ولا فالك. لا ما تقولش الكلام ده في وشي. لا بقول لك إيه، المسألة عايزة قاعدة بقى. مالك يا سمير؟ مالك يا سمير يا ابن الأكابر؟ ابن الأكابر؟ تتهيأ سيادتك؟ ما أنت عارف أنا ما حلتيش اللضا. ها مزنوق في فلوس؟ اطلب من أخوك، أنت ما تتكسفش. بقول لك إيه، أنا أخوك، أنا زعلان منك، اطلب من جنيه لشيلن. هات. ماني ما معيش. المال بتحط إيديك في جيوبك ليه يا بني آدم؟ ماني بحطها على الفاضي كده عياقة، أما بضحكك يا أخي اضحك. اضحك. هضحك إيه بس؟ أنا ما شفتش حظ أوحش من كده. لا ليا أب ولا أم يقفوا جنبي ومعيش فلوس، زي اليتيم، زي اليتيم. وأنت اليتيم اللي طلعت في السيمة بتاع الهندي؟ بقول لك إيه، اسمع الإنسان بنفسه. الكلام ده في الكتب اللي أنت بتقراها وبس. تقدر تقول يا أستاذ أنت هتجوز سوسو إزاي دلوقتي؟ لا هي اسمها سوسو ولا نوسة؟ اسمها سوسو ونوسة، دي هي دي. عمال أدلع فيها شوية كده وشوية كده وبرضه مفيش فايدة. لا لا بقول لك إيه، اسمع ما تلخبطش كهاني. أنا عارف إن اسمها نوسة، تقول لي سوسي أو سوسة، أنا معرفش سوسة دي. يا عمي افهم، الاثنين واحد، سوسو ونوسة واحد. لا بقول لك إيه، لا اسمع، السوسة دي بنلاقيها في الفول، لكن وفي القصر. صباح النور يا سوسك. بقول لك أهلا أهلا يا أنسة إيناس، نورت الشركة، اتفضلي. أنا جاي أسأل عن بابي. بابا صاحب الخرزة؟ خرزة إيه بس؟ تصور إن بابي ما جاش البيت من ساعة الحادثة إياها. نفسي أعرف، نفسي أعرف مين معدوم الضمير اللي تسبب في ده كله. مش عارف إيش هتلبخ الدنيا، معدوم الضمير إيه؟ لم نفسك، لم نفسك بدل ما أقول لها مين سوسو. تقولي إيه بس؟ ربنا يا رجل، خلاص. يا جماعة بابي فين؟ اطمني يا أنسة، أنا هقلب عليه الدنيا كلها، يمينا وشرقا وجنوبا ووسطا وفي الحرف وفي كل حته. اطمني هلاقي ابوكي. مياس مياس، من كام سنه مياس مياس؟ استنى بس، صدقيني انا هعمل ده كله علشان ما اشوفش مسحه الحزن اللي في عينيك دي. مسحه حزن؟ اسكت، ابوها تايه تقول لي مسحه حزن. وانا مش ممكن انسى لك الجميل ده ابدا يا استاذ سمير. لا سيبني بقى، مش حاسس، سيبني بقى. سمير سمير وبس، انا النهارده اسعد انسان في الدنيا. خلاص اسعد، قول لها اتعس. ابوك بتقول لك ابويا تايه هو. ايوه خلاص، بس عيل تايه يا ولاد الحلال، مش تقول لي انا كل حاجه. انا قصدي اقول لك انا اتعس انسان في الدنيا. اتعس؟ اتعس ليه؟ ابوكي، ابويا وابوكي سوا هايمين في دنيا الغلط. انا هغني لك. لا خلاص غني. خلاص مش قصدي، قصدي ابويا وابوكي كانوا. ابوكي يا انسه، ابوكي زي ابويا بالظبط. متشكرة قوي يا أستاذ سمير. سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا يا أنس. ازيك يا زلمة؟ ازيك أنت؟ وأنا بقول الشركة منورة كده ليه؟ هو عاصم بيه مش جاي ولا إيه؟ يا جماعة الشركة كده من غير مدير حازم ما تنفعش. إيه رأيك لو رجب يمسك الشركة على بال هو ما يجي؟ لا أنا أنا لا 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 ليه يا رجب؟ رجب معاه حق، ده فال وحش في وجود بابي. معلش رجب قلبه طيب وبيبص لبعيد، خايف على مشاعري. لو بقى المدير احس اني مش هشوف بابي تاني. ترى انت فين يا بابي؟ هو كان معايا امبارح بالليل. شفت بابي امبارح؟ ايوه شفته. علشان نطبخها سوا وناكلها سوا، بس على شرط محدش يعرف ان انا جيت لك. الموضوع ده يفضل سري بيني وبينك. طيب امشي انت. طيب حاضر. بقى عارف وساكت. شفته فين يا رجب؟ شفته فين؟ شفته في الحلم، كان لابس اسود في اسود وجزمه سودة وحزام اسود وجرافته سودة، وكان ماشي في الضلمه السودة، وقال لي يا اسود، قلت له ابيض، وبعدين قال لي ايه، قال لي وكانت ليله سودة، وبعدين قال لي بقى، قال لي حاجات. قال لك ايه طيب يا رجب؟ قال لي قول لي ناس تقول لامها ان انا مش هرجع لها تاني وهخليها سنه سودة على دماغها. وبعدين لقيته مشي كده في حته سودة، وبعدين حواليه كلاب سودة، وبعدين نسره الستاره كانت سودة، ولقيت نفسي مفزوع اسود، وبعدين لقيت الدنيا كلها اسود في اسود قدامي. ده مش حلم، ده كابوس. مهني ماليش في تفسير الاحلام. على العموم يا جماعه الشركه مسؤوله منكم، واذا في اي مشاكل اتصلوا بيها في التليفون. حاضر. لا ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام، اطمني. اذا في اي حد منكم عارف اي حاجه عن بابي اتصلوا بيا يا جماعه. ها لا اطمني قوي، ان شاء الله هنلاقيه في اي نهار اسود، في اي ليله مهببه،
اسكت. هنلاقيها هنلاقيها. انت انت لخبطتني لسان. انت بتنتقم منك. اسكت يا سمير يا اسود. انت اسكت. ما فيش يا ناس. عن اذنكم انا هوصلها بعربيتها. هوصلك بعربيتك. اتفضلي اتفضلي. عن اذنكم. اتفضلي. حضرتك قاعد تضحك لي ولا على بالك؟ انا طبعا. انت امال مين؟ قولي صحيح عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ الله. وبعدين بقى يا رجب انت لازم تتصرف. اسمع، متولي مستحلف لك واكل عقل بابا وماما بفلوسه. المهم ما ياكلش عقلك انت. خلاص يبقى لازم تحقق لي كل طلباتي. يعني اعمل ايه بس؟ اسرق؟ وبعدين بقى تبقى انت كده ما بتحبنيش يا رجب. الحب مش لعب مش هزار. يعني الحب فلوسه بس؟ طبعا. امال ازاي تثبت لي تثبت لاهلي والمتولي ولكل الناس انك بتحبني؟ قلبي مش كفايه؟ قلت لك يا رجب قبل كده الزمن ده زمن العقل وبس. الحب الحب بالعقل يا رجب مش بالعواطف. على فكره انت لازم تروح تقابل بابا وماما. ليه تاني؟ ابدا نسيوا كده يطلبوا منك شويه طلبات كتير. طلبات كتير كمان؟ الله. وبعدين بقى انت لازم تتصرف. الله بقى الله بقى. لا هتصرف ما بدهاش. استنى قولي هتعمل ايه؟ انا هعمل اللي من عمل. انا هعمل اللي كنت مكشوف اعمله من زمان علشانك انتي. هعمل كل حاجة عشان. هايل هايل يا رجب. بس برضو ياريت تقولي هتعمل ايه؟ هسافر البلد وبيع النص فدان. مفيش حل غير كده يا خال. انت اتجننت تبيع ارضك؟ عايز تموت ملكش ذكرى؟ ما لا اتجوز ازاي يا خال؟ هو كل اللي بيتجوز بيبيع حاله ومحتاله؟ ايوه. ما هو ما هو ايه؟ اخر حاجة كنت اصدقها انك تبيع الارض وطار. ايوه. ما هي العروسة اللي عروسة ايه بس؟ العروسة اللي تبيعك ارضك ودارك تبقى تبيعك نفسك. اذا كنت محتاج الف ولا اتنين ولا حتى تلاتة قول لي اتصرف. الف ايه والفين ايه؟ انا عايز قد كده 20-30 مرة. 70-80-100. مية؟ ليه؟ ناوي تشتري عزبة ولا؟ لا هتجوز يا مرات خال. تجوز؟ ولما تبيع ارضك واللي حيلتك هتصرف على بيتك منين بعد الجواز؟ يا خسارة يا خسارة. لا يا خسارة. اخسرت ايه يا خال؟ كنت فاكرك جاي تشتغل هنا وتعيش هنا في وسط اهلك وناسك، لكن بعد ما شميت نفسك في مصر جاي تبيع ارضك واهلك. لا لا المساله مش كده. مش عايز اضايقك ولا ازعلك، بس لازم تفهم ان ارضك بقت على كف عفريت. ازاي؟ الواد حمدان داير يخانق في ديه ويشاكل مع ديه ويسرق محصول ديه وهو يدور على ارض وارضك التراخ. لو كنت انت هنا ما كانش قدر يعمل حاجة، لكن انا خلاص كبرت وحيلي كلت. ربنا قويك يا خال. انا هبقى اجي بنفسي اشوف كل حاجة. كلام او كلام وخلاص. ده انت من يوم ما سافرت ما رجعتش ولا مرة واحدة، واول ما رجعت البلد جاي علشان تبيع مش علشان تشتري. جاي تقطع جذورك. اللي ضاع ضاع. ما أقولها بابي يهرب ويسيب البيت. ما أقولها. بابي لازم يرجع لازم يرجع. ازاي بس يا إيناس؟ ندور عليه في كل حتة، نسأل عليه معارفه وأصحابه. إيناس أنا ما أقدرش أعيش يتيمة وبابي عايش على وش الدنيا. اهدي يا إيناس، بكرة كل شيء يتصلح. ازاي بس؟ ازاي بعد ما بابي خلص ساب البيت؟ بابي لازم يرجع. تصرفات مامي ليه هي اللي خلته يهرب؟ انتي برضو هتقولي مامي؟ ما احنا كلنا عارفين ان بابي فكرة الجواز دي مسيطرة عليه من زمان، وياما حاولت مامي وما ينفعش. لا لا بابي مش هيتجوز. بابي هرب وساب البيت من تصرفات مامي ليه؟ لا
بابي اكيد زعلان شويه، سافر اسكندريه رايح اعصابه، وانا شايفه ان دي ظاهره صحيه. بعضهم عن بعض ظاهره صحيه. ابن بابي ساب البيت وعايشين لوحدينا ظاهره صحيه. البعد بيولد الشوق، والشوق هو اللي هيرجعهم لبعض. العقل بيقول كده، لكن انت بتحكمي بقلبك، والقلب في الوضع دوت بيكون مخطئ. انا مش طايقه الوضع ده، انا حاسه بشكل تاني خالص. انا مش عايزه بابي يرجع البيت تاني وبس، لا، انا عايزه بابي يرجع البيت بحب، من غير خناق، من غير مشاكل، من غير خلافات. لكن ازاي ده ممكن يحصل؟ ازاي ممكن يحصل؟ كل دول كمان يا راجل لاجل ما ترم عظمك. ربنا ما يحرمنيش منك يا مطفال. وعروسة اهدي ان شاء الله اللي عايزة تبيعك ارضك. سعدي ملوش لزوم الكلام. ليه؟ خايف الكلام يقف في زوره؟ الفرقة هي اللي وقفت في زوري. مية مية. انني خلاص فهمت، انا قبل ما اسافر هقابل حمدان الذي ما يكف ايده عن الارض. حمدان بقى عامل زي زعيم العصابة، يسرق في ديه وينهب في ديه، ولا حدش قادر يقف قصاده. الله يهده. الحق مش عليه، الحق على اللي سايبين له الحبل على الغارب بيعمل اللي هو عايزه. ميه بتاكل على مين؟ هو حد بيدري وراك؟ بيقول لك ايه يا اخي؟ ما تبيع الارض والدار وتيجي يعيش معايا في مصر. اسألني معايا. قول يا خالد، وانت زورت من لقمة انت كمان؟ لا، زورت من كلمتك. سبق وقلت لك قبل كده 1000 مرة، الارض هي القوة، هي العزوة، هي العرض، هي اول حاجة واخر حاجة. ماني عارف. ولما انت عارف بتطلع الكلمة دي ليه؟ عشان تزور وسقيت مي. ما تضحك. اضحك عليه؟ هو عاد في حاجه في الزمان ده تضحك؟ ولا اشوف البلد واللي بالجراره اضحك؟ اضحك على الاقل مش زعق، المهم تضحك وخلاص. الله يحزك يا راجل، عليك كلام. نفسي ومن عيني قبل ما اموت اشوفك رجعت هنا تاني وعايش في وسطينا. سعدت ايه؟ يبقى عقلك رجع لراسك بصحيح. ده انت عرضك تاكلك الشاه، مش انت اللي جاي تبيعها وتستلف وتسلف. والله انت هتقطمنا ولا ايه يا خال؟ الله يا ريتني ما رجعت. انا مش مقطمه، انا بوعيد بس. خالد ما يقصدش يزعلك يا راجل، هو بس عايز يقولك انه نفسه ومن عينه انك ترجع تاني هنا وتتجوز من هنا. انا مش هرجع قبل ما اخد حقي من عاصم بيه، ان شاء الله هتقعد 100 سنة. انت راجع طوالي كده، مش تستنى يا رجب لما اعمل لك فطرتين ولا اذبح لك طير حاجه كده تاخدها معاك. مش قبل ما اقابل حمدان. يا سات دستور، ازيك يا حصل؟ تجي هنا بعد العمله اللي عملتيه؟ انا ما عملتش حاجه، انا عرفت ان الاستاذ وصل بالسلامه، جيت لاجل اسلم عليه وبس. اهلا اهلا يا حمدان. اهلا وسهلا، الحمد لله بالسلام. انت جدع، انت لسه لك عين توريني وشك بعد ما بورت الارض؟ اصل اللي اختشوا ماتوا. هي دي الوصيه يا حمدان اللي انا وصلتها لك قبل ما اسافر؟ تقول لي هخلي ارضك وارض خالك في عيني ارجع لهم في عبك؟ الارض اللي قاعدين فيه، لما انت واللي زيك تسيبوا الارض، عايزين من ايه تاني؟ عايزين تيجي تاكلوا عن جاهز؟ سيبوا الارض اللي قاعدين فيها وبياكلوا مني. ليه؟ وانت كان حد اشتكالك؟ ارضك انت يا عم عبصمت في عليا الاثنين من جوه، لولا ان انت وقفت مع الاهالي ضدي وعصيتهم علي ما كنتش جيت لحياتي. لكن احنا اولاد النهارده، انا جاي النهارده وطالب القرب. القرب من مين؟ ارضك.
انا ما عنديش ارض للجواز. عايز اشتري. بكام؟ رجب. اهو شفت بقى، اصل خالي حمش، انا عارف ان خالي هيعمل كده. اهو زعل اهو. انا ما عنديش ارض للبيع. تسلم يا رجب. ليه؟ ليه كده يا عم عصام؟ ما سيب كل واحد يشوف مصلحته. ارض رجب هي ارضي، ورجب مش هبيع. ارتحت؟ يعني دي اخر كلام؟ يبقى بعد كده ما حدش يلومني. 76 سمير، من فضلك راجع دولهم ديهم. يعني وغبت عنكم هتعملوا ايه امال؟ الله بقى. 65 65 65. يعني ما بعتش؟ ايه، ما هو خلي مرضيش، وبعدين فضحني لما عليها العقل وقعد يقول ورايا رجب هيبيع ارضه يا ولاد، شوفوا اسره وارضه يا ولاد، رجب هيبيع ارضه. وبعد ايه ده؟ طب والعمل يعني؟ يعني اسمعي انيسه سالم، انا هاجي عندكم النهارده البيت وقابل امك وابوكي، وبعدين نتفق معاهم على تصريف. يعني انت حبيبي عايزنا نساعد معاك؟ طبعا كان المفروض نقول لك كل طلباتنا وانت اللي تنفذ، لكن انا ما عنديش مانع نساعد معاك. ايوه كده، والقفه مودنين يشيلوها اتنين. لا بقى، تشيلها انت لوحدك. قفه شويه زكيبه تشيل انت لوحدك. شفت بقى، انا ما اقدرش اشيل لوحدي. ايه رجب؟ ايوه مفيش فلوس. اسمع الكلام بقى دلوقتي. ايوه اجيب منين؟ بصراحه بقى انت ضفرك برقبه متولي. بس متولي الفلوس عنده كوام كوام. روسم مدام سلوى شريك وانت شريك، مش مهم الفلوس. شفتي؟ ده امك ضد ابوكي وابوكي ضد امك. حقيقي كلامك جميل. المهم يا حبيبي الاخلاق. لا حقيقي كلامك سوبر. ايه المهم؟ هتدفع كام؟ شفت ابوكي بقى؟ لا حقيقي بقى كلامك مش سوبر. سوبر بالسوبر، انا قلت اللي عندي. طيب طيب عادي. مين؟ رجب؟ انت بتضيع وقتك يا استاذ. عارف ليه بتضيع وقتك؟ يعني بتضيع وقتك، انت مش قدهم. انا بقى اللي قدهم. ده خالي، ودي مرات خالي، ودي بنت خالي، وكلهم موافقين عليا. قول لي بقى موقفك انت ايه. ايه ده؟ انت بأي حق تتكلم بالشكل ده؟ بعدين يا استاذ انت لازم تعرف كويس قوي ان رجب احسن منك باخلاقه، ولازم تعرف كمان ان رجب هيساعدني اكتر منك بكتير، ولازم تعرف كمان وكمان ان رجب بقى اغنى منك. ايوه معايا. لا معايا فلوس. ايوه معاك كام؟ جنيه. ما يهمش، هيجي الفلوس جايه. احنا هنروح فين؟ ساكت ليه يا خالي؟ ساكته ليه يا مرات خالي؟ بصراحه بقى بنتي اختارت خلاص. ايه بقى واقف ليه؟ انا خلاص هتجوز رجب، ولازم تعرف ان رجب هيحقق لي كل اللي انا عايزاه. ازيك يا رجب؟ عاصم بيه؟ ايه ده، معقوله انت سايب الدنيا تضرب تقلب عليك، وناس ودوله تقلبين الدنيا عليك، وانت جايني هنا؟ عارف، حتى ناس سالت عليا في الشغل. انا اضطريت اكدب عليهم، قلت لهم انا شفته بس في الحلم. ايوه، حتى قلت لهم انك انت شفتني لابس اسود في اسود. لكن انت ايش عرفك ان ايناس جات لي في الشغل وسالت عليك؟ انا مش قلت لك ان انا هفضل وراك خطوه بخطوه؟ انت ايه؟ انا حظك الحلو. بقول لك ايه؟ انا عايز اعرف انت كل شويه تقبلي من تحت الارض وتجيني هنا ازاي؟ انا بقبلك في الوقت المناسب. نعم. يعني ما كانش حقك انك انت تزعل سلوى منك. اهلها عملوا ايه يا اخي؟ بيأمنوا مستقبل بنتهم. وبعدين ايه يعني كام الف جنيه؟ مش مشكلة يا اخي بالنسبة لك. المفروض العريس يعمل الحاجات دي. ايه ده؟ يا خبر ابيض. انت عرفت حاجة زي دي ازاي؟ لا ده انت بقيت جيمس بوند. انت تحمد ربنا. تعمل فرح في أكبر لوكاندا في البلد. بعدين شوية سجاجيد على شوية نجف، ده كلام فارغ. المفروض العريس يعمل الحاجات دي. ايه بس احنا ما اختلفناش، أنا قلت لهم فستان الفرح على إيه؟ والجزمة عليك، وقالوا لا الجزمة عليك أنت. قلت لهم لا أنا ما أقبلش الجزمة تبقى عليا. يا جدع، اللي بيحب لازم يضحي. وانت بتحب سلوى مش مشكله، وبعدين انت راجل مليونير، شويه سخافات دي يعني مش لازم تهمك بالشكل ده.
واللي نير ايه يا عاصم ده؟ قول شحت نير، موظف نير، ما حلتوش اللضا نير. يا لئيم انت يا لئيم، بتخزي العيله انا عارفك. يا رجب انت ناسي انك انت معاك نص مليون جنيه تاني؟ انت بس توافق وانا احقق لك كل احلامك، يعني تبقى الدجل عليا واحقق كل احلامي. يا جدع انت اللي هيحقق لك احلامك لويس السادس عشر. الخرزه يعني؟ لا لا، بالغلط، بالضمير الميت، باللعب بالقانون. تفتكر انا ممكن احقق سعادتي بحاجه غلط؟ اسمع، انا اذا كنت بخدمك فانا بخدم نفسي كمان، وبعدين لما الحظ يخبط على بابك ما تردوش يا صديقي. لا، الحظ دي نصب، احتيال. ليه؟ احنا بنقتل ولا بنسرق، كله بالقانون، بيزنس از بيزنس. ها قلت ايه بقى؟ قلت ايه يا عريس؟ قلت ايه يا مليونير؟ موافق فندم؟ طلباتكم اوامر، انا مستعد اجيب كل طلباتكم، انا مستعد لفلوس، ذهب، تحف، كل اللي انت عايزينه. سلام عليكم. شايفه ماما بيحبني قد ايه؟ ده وقت الكلام ده. استنى بس، انت رايح فين؟ استنى. ايوه فندم. ما احنا دلوقتي لازم نخلص الموضوع ده قبل اللي ما يتسمى متولي ما يجي يبوظ لنا كل حاجه. يا فندم انا تحت امركم، الطلبات اللي انتوا عايزينها قولوها لي وانا انفذها. طيب عايزين ورقه وقلم؟ معاك ورقه وقلم؟ انا شوف انا معايا ورقه وقلم. اتفضل يا سيدي، ادي القلم. لا دي فلوس. ايه؟ شفت بقى ان انا معايا فلوس؟ كويس، خدت ايه؟ الحمد لله. البرد. هي ورقه يا فندم. ايوه. امورك. اول حاجه الدش 45 قناه، عدد واحد دش. طب ما هو الدش ده موجود في الحمام. يا ابني ده دوكا الدش. الدش ده بتاع التلفزيون. التلفزيون بتاع التلفزيون بتاع التلفزيون. ايوه، الفول اوتوماتيك والبيبي واشر. البيبي مين ده؟ بيبي واشر ولاد الصغيرين. بيبي واشر يا فندم. واربع اوض اطفال. اربع اوض نوم مش كده؟ اطفال، عايز عيال كتير. اربع اوض اطفال. لا ده يبقى لازم تفتح لهم مدرسه. انا حماك فاهم، انا وديهم مدرسه ثانيه يا فندم. لا بعد حاضر، اربع اوض اطفال زائد خمس اوض زائد مدرسه. زائد مدرسه. اموره فندم، كل طلباتكم مجابه فندم. اموره رجب. أيوة. انت هتجيب كل الطلبات دي منين يا رجب؟ من سوق العبور. ايه سوق العبور؟ ايوه، كيلو الجمبري ب3 جنيه. لا على 2 كيلو سمك. رجب، الله، رجب مالك؟ رجب رد علي. الله بقى رجب، ايه ده؟ في ايه؟ رد عليا، لازعل منك. لا بقول لك ايه، رد بقى. وبعدين لا رجب، بس كفايه انت بقى. انا سيبيني بقى اتعلم. الله، اتعلم ايه بقى؟ فهمني بقى. اتعلم الصبر. الصبر على ايه؟ الصبر على كل الحاجات البلاوي اللي بتجيلي. بتعلم اليوجا علشان اقدر اصبر. تصبر على ايه؟ هاني بصي، بص يا سلوى، انا خلاص قررت ابقى مهراج. ايه ليه؟ عشان اجيب لك شبتتك. تجيب لي شبكتي؟ ايه طب اسكت اسكت، قولي بقى هتقدم لي شبكة امتى؟ هقدم لك شبكة فيل بزلوم. فيل؟ ايه؟ شوف يا سلوى، انا قررت خلاص ابقى مجنون. مادام هو مجنون هبقى مجنون زيه، وانا خلاص مجنون بحبك. رجب ارجوك من فضلك اتكلم مره جد شويه. امتى هتقدم الشبكه؟ اول ما تفرج ان شاء الله. يعني امتى ليه ما اعرفش، بس لما اساله الاول. سألو؟ تسال مين؟ لويس. لويس التاسع عشر. ايه؟ ايوه، واحد صاحبي، يعني بيعمل معاه مشروع جاي على طول. واحد صاحبك. بقول لك ايه يا رجب، ما تجننيش، اعمل معروف. الله بقى، انا لسه هستنى لما تعمل المشروع بتاعك ده. ما هو ما ينفعش غير كده، صدقيني. رجب. رأفت، انا نتذكر رأفت. انت فين ده؟ انت من يوم ما غديتني ما شفتكش. مشاغل يا رجب. ازيك يا انسه؟ الحمد لله. امال فين الموظفين اللي هنا؟ ايه التسيب ده؟ اصل المدير العام غايب. وعشان كده انا جيت. يعني قصدك ايه يعني؟ يعني قلت يمكن تكونوا محتاجين مدير ولا حاجه. ما هو انا كنت هشتغل مدير النقل البحري، وقلت لا يمكن طلعوه على البر لا يغرق، وانا لا يمكن. يمكن ايه؟ تعالى هنا اقعد.
مدير بحر ايه وبتاع ايه؟ هو المدير البحر قاعد في البحر، ما هو قاعد في مكتبه. الله، انت جاي ليه؟ عايز فلوس؟ لا، انا امراتي مش مخلياني محتاج اي حاجه، وكل ما اسالها جبت القرشين دول منين تقول لي من ام الله يرحمها. ايه يعني حسيت بقيمتها؟ لا انا حسيت بقيمتي انا. انت ولا حاجه. ايه اخر فوق بقى، انزل عيش مع الناس على الارض فوق، واشتغل وحسس مراتك انك راجل وتتحمل المسؤوليه. انا ايوه انت، اخرس هلا اخرس، انت مجنني. هتفضل تفشر وتميز لغايه امتى هلا؟ هتفضل مستحملاك لغايه امتى؟ ده ضفيرها برقبتك. انا مش عايز ضفيرها، انا عايز رقبتي. وانا اجيب رقبتك ازاي؟ الله، انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ رجب، انا عايز اتجوز. ايه؟ ايوه، انا قلت حاجه غلط. عايز اتجوز يا رجب، عايز واحده تنتشيلني من الفقر اللي انا فيه ده. عارف يا رجب انا مشكلتي ايه؟ اني دايما اتحب. صدقني في حاجه بتشد الحريم ناحيتي، جاذبيه مش بايدي يا رجب. ايوه، ما هي ريحتك هي اللي بتشد الحريم يا رجب. انا عارف ان المشكله في البرفان بتاعي. برفان ايه؟ بجاز ران. يا سلام عليك، ما تهزرش يا رجب. المشكله يا رجب ان عايز احب، انا اللي احب. ايه؟ تكون حلوه وغنيه. بالظبط. طب ما تحب مراتك يا راجل. في حد على الارض بيحب مراته؟ تحبهاش على الارض، حبها فوق. يا رجب افهمني، هتساعدني؟ اساعدك بيها يا جدع انت. تدور معايا على عروسه حلوه تكون فيها كل المواصفات المطلوبه. ادور على عروسه وانا اخبط؟ انت صديقي يا اخي. يا اخي احمد ربنا ان انا مصاحب واحد زيك. مصاحب واحد زيي؟ عندك حق. اخساره ناس، اخساره. كل واحد عايش في نعمه مش حاسس بيها. امشي لها من قدامي لطحك. روح نام واتغطى عشان تلاقي العروسة. شكرا يا رجب، شكرا. لو عديت عليا ما لقيتنيش في البيت هتلاقيني في الاسم. الاقيك في الاسم، انت طول عمرك هناك. هعرف ازاي اقدمك واخليك تحس بقيمة مراتك. معقول ما حدش راضي عن حياته ابدا؟ يا ناس، ده السعادة في الرضا، السعادة في الرضا. انت كتبتها عشان انا ابعتها باسم النوسة. ايه؟ ايناس يعني؟ شوط صوتك، حد يسمعك. انت سمير مش عارف ان الحاجات ده ايه؟ اللي يحب واحدة لازم يروح يطلب ايدها واتجوزها. هي ما تعرفش حاجة عن الجوابات دي، انا بعتهم لنفسي. ايه ده؟ فزورة يعني دي ولا ايه؟ لا فزورة ولا حاجة، الجوابات كلها اهي، حلم وعشت فيه لوحدي. انا بعتهم ولا هي قريتهم؟ ايه ده؟ قلب نفسك ايه وقريتهم ايه وبتاع؟ ايه ولد ايه؟ انت ما حدش هتكلمني في حته. اخرس هنا يا رجل، اخرس يا رجل. فين انت؟ تعالى هنا. مش بقول لك ايه، مش كل شويه بدي ايدك عليا. الله، في وظيفة في الشركه يا اخي، وتعذب نفسك ليه وتعيش في التراب؟ عايش في التراب؟ ايه قصدك مضطرب فيه؟ اضطراب يعني. ايوه انا افتكرتها في التراب، قلت الدنيا تشت، الدنيا طاين تطين عليك بستين طين. طيب ايه بس يا رجب، انا بعمل ده كله علشان اعيش، اعيش. ايوه ايوه ايوه. طب انت ليه ما روحتش تقابل عاصم بيه ودولة هانم وتطلب ايدها منهم؟ اطلب ايدها ازاي بس وانا لا مال ولا عيلة؟ انت هتخليني اعيط ليه بس؟ ما قلت لك الف مرة الانسان بنفسه. ها، انا هخدمك خدمة العمر، حكماني هنا بخدم الزملاء. انا بقول لك ايه، انا لما احط مناخيري في حاجة لازم تكمل على اجمل وجه. امال ايه؟ على راي. طب فهمني بس، ناوي تعمل ايه؟ انت مش عايز تتجوز ايه؟ ايوه بس قول لي هتعمل ايه عشان افهم. مالكش دعوه انت، انا هخليها تقرا الجوابات بمعرفتي. هتقول لك انت كتبتهم؟
طبعا لا، وانا اللي هتجوزها ولا انت؟ انا طبعا. طب خلاص سيبنا اتصرف. طيب اتصرف. شكرا قوي يا رجب، الف الف شكر يا حبيبي. اتصرف هيديها الجوابات. رجب مش ذكي، لا مش هيعرف. يا رجب حاضر. دولة هانم موجودة؟ ايوه موجودة. اتفضل يا فندم. استاذ رجب. اهلا اهلا. ازيك يا رجب؟ اهلا بيك يا فندم. يا اخبارك؟ الحمد لله. دولة هانم موجودة؟ مامي موجودة. ثانية واحدة ده. لا استنى استنى، مفيش حاجة، ثانية واحدة بس عشان في ايه يا رجب؟ ده مفيش. خد اقري الجوابات دي. جوابات ايه دي؟ اقريها وبعدين انت هتفهمي كل حاجة. طيب هقراها، ولو انا مش فاهمة حاجة خالص. مفيش داعي حد يشوفها. ها؟ رقية؟ ماما خبيها خبيها. مين في الصالون؟ استاذ رجب. اهلا 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 رجب. اهلا يا فندم. كومون سافا يا رجب؟ سافا بيا. كيل نوفيل؟ قصدي الاخبار؟ لا شي بنت قاعدة تقطف وسطك انت سيس. فكرني بقى يوم زمان. مفيش، انا كنت جايب لك شويه جوابات. جوابات؟ لا جوابات مين قال جوابات يا فندم؟ البوصله، البوصله بتاعت الجوابات عشان تمضيها. امضيها قوي. هات معاك قلم؟ ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. ده قلم ده يا رجل ده تعالى. تفضل يا فندم. طب اشيل ايديك عشان انا اعرف امضي يا رجل. تفضل يا فندم. ها ايه اخبار العريس السعيد؟ ها ايه اخبار العروسه؟ حسن بيه اهلها هارين لي طلبات. ما هو لويس السادس عشر هو اللي هيحقق لك كل احلامك. انت عايز تجنني. افهم، البروش ده اصله هديه من ابويا، والهديه لا تقدر بثمن، لا تباع ولا تشترى. دي فاهمه. طب وبعدين؟ انا هديهولك انت هديه وانت اللي هتبيعه، بالشكل ده تبقى العمليه مسبوكه. ازاي يعني؟ انا اتفقت مع سمسار كبير قوي ينشر خبر في وسط رجال الاعمال والمهتمين بالاثار. ما هم ساعتها بقى هيجروا وراك عشان يشتروه. لا هيجروا وراك انت، لان انا في الحاله دي هرفض البيع واقول ان انا اديتها لك انت هديه وانت المتصرف الوحيد فيها. ده انت عليك مخ يا عاصم بيه. عارف لو المشروع مشي بالشكل اللي انا عايزه، البروش ده مش هيتباع باقل من 1,000,000 جنيه. طب افرض بقى اللي اشتراها اكتشف بعد كده انها فالصة، واحنا مالنا يا اخي؟ القانون لا يحمي المغفلين. قلت ايه؟ بينا يا ريس. بينا يا معلم. انت بتقول ايه؟ سايبهم في الاوتيل قاعدين بيتخانقوا على مين فيهم يشتري خارجة لويس السادس عشر. بتخانقوا؟ صحيح رزق الهبل على المجانين. دي فالصو. خارجة لويس السادس عشر مش ممكن تكون فالصو ابدا. ما تتكلم يا عاصم بيه. معلش يا استاذ ابو كبير، اصل الاستاذ ما يعرفش انك اكبر خبير مجوهرات في البلد. بيهزر. انا من رايي اننا ما نبيعش الا بعد شهر. لا 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 لسه هنستنى. لا احنا عايزين نبيع دلوقتي. استنى شهر نعطشهم، وقبل ما يمشي بيوم نبيع للي يدفع اكتر. اصله بعدين هنا في شهر الصداقه التحفي. شهر الصداقه التحفي؟ ايوه اسمه كده، زي شهر الصداقه الثقافي الفني. المهم نبدا نقابلهم واحد واحد ونساومهم. ايه ده؟ هنقابلهم فين؟ هنا؟ الناس دي ما يهمهمش المكان، يهمهم التحفه النادره اللي هيشتروها. الناس دي مش معقدين، الناس دول مليونيرات. يا سيدي مش مهم نقابلهم هنا هناك في اي حته، في كازينو في لوكاندا، المهم نقبض. وزي ما فهمتكم هنقابل ونساوم ونتقل، لكن بيع مش قبل شهر، وان شاء الله مش اقل من 1,000,000 جنيه. سلام. 1,000,000 جنيه سمعت يا استاذ رجب؟ معقوله
دي ما تساويش سبع ساخ، تتباع بمليون جنيه. ده نصب يا ناس. انا مش عارف ازاي وافقتك على اللعبه دي. علشان سلوى، علشان الحب. مسكتني من ايد اللي بتوجعني. كم من الجرائم ترتكب باسم الحب. شفت بقى يا رجب، احنا اتنين في واحد. يعني ايه؟ يعني انا وانت واجهين لعملة واحدة. لا لا لا. ليه؟ ليه بتهرب من الحقيقة؟ انا ايه بهرب من الحقيقة؟ ايوه انت، انت خلاص بقيت مليونير زي. صحيح، يعني الفلوس جاية اطمن سلوى؟ طمنها يا رجل. مش بقولك انا وانت واجهين لعملة واحدة؟ احب اقول لكم بكل فخر وكبرياء وعزة نفس ان انتوا ناس قليلين. رجب قليلين في طلباتكم. انا قررت اشتري فيلا وعربية لسلوى. ايه ده؟ عربية ليا؟ شايفة؟ عربية كلمت المصنع يعملها مخصوص، حوالي 10 بيبان. ايوه، خلي الناس تفتح وتركب. وبعدين بالنسبة للتلاجة، التلاجة اللي انتوا طالبينها 16 قدم دي انا حلف عليها يمين ما تخش بيتي. ليه؟ اسكتي اسكتوا، انا عارف. لا ده عملت فيها عمايل. لا لا، انا كلمت المصنع هي خليها لي 116 قدم. الله، خلي الناس تحط فيها كل اللي هم عايزينه. وبعدين خليتهم يفصلوا الديب فريزر عنها. قلت لهم الديب فريزر يروح بعيد، الديب لوحده والفريزر بعيد عشان التلج يطلع لوحده. اما بالنسبه للتلفزيون فانا قلتو يعني خلي التلفزيون يبقى يركب في العربيه ويرجع البيت يكبر، يعني زي بريموت كنترول. اما بالنسبه للبوتاجاز فانا عايزه من خشب الارض. ايه ده، بوتاجاز من الارض؟ ايوه، عشان يبقى لون الصالون. صالون؟ ماله ومال الصالون يا راجل؟ لا انا عارف المصنع اللي بيعمل ده، انا اللي بصمم. المصنع هو اللي بيصمم. قلت له يبقى بجوز عيون. ايه ده، انا هقف اطبخ على جوز عيون بس؟ ايوه، جوز عيون حلوين. ما انت عايزه كام عين؟ مش اقل من 6. 6 عين؟ 70 عين. 70 عين. بس ليا شرط واحد، انكم تصبروا علي ومش عايز استعجال. لماذا اراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهرب منك إليك فقولي بربك أين المفر. معقوله؟ هقولها سمير بيحبني الحب ده كله. استاذ رجب، عاصم بيه. اتفضل. مساء الخير يا بواد. في الحقيقه انا كان نفسي اخدمكم، لكن تحفة نادرة زي دي أنا ما أقدرش أتصرف فيها. ضميري يأنبني وما أسمحش لنفسي إن أنا أتصرف فيها، فأنا أديتها هدية لصديقي الأستاذ رجب، وأرجو إن هو يتصرف فيها بمعرفته. رجب صديقي، زميل الطفولة، زميل الدراسة، بهديك هذه التحفة النادرة. بروش عيلتي، بروش بنتوارثه أبا عن جد من ايام لويس السادس عشر. كل فص من دول يا رجب يسوى ملايين. انا بديهولك هديه، بس ليا طلب واحد عندك، انك تحافظ على تقاليد العيله، ما تتصرفش في ده لان تحفه نادره، عشان بس جدتي الله يرحمها ما تزعلش. حاضر. رش ايه ده؟ ما بيرشش. بروش بص كده، ايه ده؟ مدهش فعلا، ممتاز، رائع، تحفة نادرة مش موجودة خالص. اتفرج شوف، وريني كده. الله، ده جميل جدا، ده تحفة نادرة فعلا. يلا يا راجل، يلا. كفاية تقليب، بعدين يتقال لي بركته. ما دام سيادتك اهديته للاستاذ رجب، يبقى الاستاذ رجب من حقه
نصرف فيه. بس نص مليون كويس. نص مليون؟ ايوة نص مليون. ايه ده؟ انت مين؟ هو ما يجيبش اكتر من نص مليون. انت مالك انت؟ نص مليون. تمام. بيفتي ده. بقول نص مليون. لا خليهم خمسة مليون. ما يجيش خمسة مليون. ما تحرجنيش اكتر من كده يا سيدي، مش بتاعك. ده انا سرقه من امي وبعدين قالوا بتاعك كنت اديته له ربع جنيه. بتاع 7 مليون. تعالى معايا. 10 مليون. بس تعالى. بحكي لهم امك جبت على جدتي. اجيب لك 15 مليون هيقف. ده عايزينه هيقف 15 مليون. 15 مليون يعني.